نشكر جميع أهالي مصراتة على الحضور وعلى تلبية هذا النداء للإفطار والدعاء لأخواننا في جميع الجبهات القتالية والإخوان الموجودين في جميع المناطق المحاصرة، ولندعو الله على أن يكون ويمن علينا هذه الليلة إن شاء الله آخر ليلة بإسقاط الطاغية، وأن يرحم جميع شهداؤنا وأن يشفي جميع جرحانا وأن يساعد جميع ثوارنا في جميع الجبهات وأن يرزقهم الله وأن يمدهم بجند من عده وأن يحقن دماءهم ويسدد رميتهم. نقول العمر يرحل الشعب الليبي ما عاد يبيع، وقول أنت يا فرخ السيف أنك أنت تتدلع عدي يرحل أنت وياه، أنت ولدك سيف ارحل. شكرا. ثوار 17 فبراير نحن أحفاد عمر المختار، خلقنا حتى نكون أحرار، سائرون على دربك يا رمضان وسنكون مثل سعدون لمصراتة أوفية. شكرا. بن والله عصير والله مي والله صبنا بن بالهذي هاي بارك هاي يا بابا هاي فيه رطب فيه رطب هاي هاي شوي 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 هاي ترى أعطيك حليب أعطيهم حليب فيه حليب بس فيه هاي أعطي الشباب هذا الحليب زوده يا اولاد فطور بهي جاي بعد فطور بهي يا اولاد شاي يا اولاد صلوا بالنصر يا اولاد اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله صلوا بالنصر يا اولاد لا ولا مش عندي شغل يا اللهم أحيهم من البؤساء اللهم أمتهم تعسى اللهم اجعل عليهم غضبك ومقتك اللهم صب عليهم غضبك ومقتك وسخطك اللهم أذقهم شر الميتات اللهم مكن جندك منهم يا رب العالمين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية وأخرجهم من بلدنا صاغرين مدحولين يا رب الأرباب ويا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين.